أخواني الطلاب، نرحب بكم في المحاضرة الثانية التي نتعرف من خلالها على كلية علوم الحاسب والمعلومات. باسمي وباسمكم نرحب بسعادة الدكتور منصور بن عبد العزيز الزعير، وكيل الكلية للشؤون الأكاديمية. وكذا نرحب بسعادة الدكتور سعد الأحمدي، مساعد وكيل الكلية للشؤون الأكاديمية. فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما شاء الله العدد كبير، فكل هذول ما شاء الله راغبين في كلية الحاسب ولا فضول بس؟ كم واحد فعلا مخطط انه يلتحق بكلية الحاسب؟ ما شاء الله تبارك الله، ان شاء الله اشوفكم كلكم ان شاء الله. طبعا حقيقة راح ننظم، طبعا تعودنا في الفصول الماضية أو السنوات الماضية أنه نحضر مندوب من كل قسم، بس حقيقة هذا راح يكون فيه نوع من ربكة في الوقت، لأن الوقت ضيق. فبالتالي أنا راح أعطي نبذة مختصرة عن الكلية ومعلومات الكلية يعني في خلال أقل من 5 دقائق، وبصفة يعني تخصص هندسة حاسب راح أعطيكم بعض المعلومات عن هندسة الحاسب، والدكتور سعاد راح يتفضل مشكورا تخصص علوم الحاسب، فبالتالي راح يتكلم عن تخصص علوم الحاسب والتخصصين الآخرين اللي هي نظم المعلومات وهندسة البرمجيات. شباب، بخصوص الأسئلة أرجو كتابتها حتى الآن يمر عليكم الأخوة ويسحبوا منكم، وإن كان لديه سؤال يسأل الدكاترة. ريموت ما يعمل، يوجه ولا طيب؟ طبعا كلية علوم الحاسب والمعلومات تعتبر من أقدم الكليات في الشرق الأوسط، يعني كليتنا حقيقة أنشئت تقريبا من حوالي 33 سنة، فهي تعتبر من أقدم الكليات المتخصصة ككلية مستقلة في هذا التخصص، فلها خبرة عريقة جدا في هذا المجال وفي التخصصات. طبعا التخصصات ما بدأت جميع التخصصات، بدأت بتخصصين فقط، علوم وهندسة الحاسب، وبعد كذا انتقلت إلى التخصصات الأخرى. طبعا جزاهم الله خير حاطين الشاشه بعيده وانا ما جبت النظارات، فبالتالي بناظرها بس بقول من الذاكره يعني. طيب، طبعا طريقه التخصيص، وهذه مهمه جدا يعني، مهمه لكم حقيقه، يعني حرصنا على ان نذكركم فيها. التخصيص لا يعتمد على المعدل التراكمي، المعدل التراكمي يمثل فقط 25% من وزن التخصيص. المهم عندنا حقيقة اللي هو ما زلنا نأخذ بالقدرات والتحصيلي ومقررات الرياضيات، هذه مهمة جدا في عملية التخصيص، فتكون حريص جدا على الحصول على الدرجات الأعلى في مقررات الرياضيات. فبالتالي يعني هذا مثال مثلا على عملية التخصيص. لاحظ مثالين مثلا، واحد معدل 4.5 وواحد معدل 3.8 إذا كنت أقرأها بشكل صحيح، وكلا الطالبين مقبولين، يعني حققوا النسبة اللي هي الحد الأدنى اللي هو 75. طبعا لاحظ هنا أن نتكلم على الحد الأدنى 75، لكن بناء على عدد المقاعد المتاحة العملية تنزل من الأعلى للأسفل، يعني العام الماضي توقفت النسبة عند 77. جيد، فبالتالي ولاحظ برضو أنه تقبل على التخصص مباشرة، يعني احنا حرصنا على أن الطالب يقبل على التخصص، لا يمضي عندنا مثلا فترة زمنية وبعد كذا يختار تخصص ولا نحقق له التخصص، نقول من البداية نقبلك على هذا التخصص. فبالتالي إذا حققت شروط التخصص تقبل، إذا أنت ترغب في هذا التخصص بعينه دون التخصصات الأخرى من حقك تختار كلية أخرى أو تخصص آخر. الحركة بين الأقسام متاحة بشروط الأقسام، يعني لو واحد بدأ في قسم وحب ينتقل إلى قسم آخر باستطاعة الانتقال للقسم الآخر من خلال العملية تحويلية بسيطة داخل الكلية إذا حقق شروط القسم المحول. طبعا حركة الحقيقة في البداية كانت الحركة عالية جدا، الآن حركة قليلة جدا في بين التخصصات، الآن تتجاوز 10 طلاب اللي ينتقلون بين تخصص وآخر، لأنه أصلا من البداية هو اختار التخصص يعني ما. طيب، هذه إحصائية بسيطة عن الخريجين للكلية، يعني الخريجين يتراوحون من 250 إلى 300 طالب سنويا الكلية تخرج من جميع الأقسام، هذا فقط للبنين طبعا، البنات برضو موضوع آخر.
هذا طبعا العدد الطلاب الملتحقين بالكلية حاليا. طبعا يلاحظ طبعا قسم هندسة الحاسب أعلى، بس يلاحظ برضو أنه قسم هندسة الحاسب يعتبر 5 سنوات، يعني 4 سنوات بعد التحضيرية. الأقسام الأخرى تعتبر 3 سنوات بعد التحضيرية، فالعدد هنا يعني لازم تضربه في تقريبا في 0.75 عشان يعطيك الرقم الحقيقي. فتلاحظ أنه متقاربين في العدد بالنسبة للأقسام، ما في تضخم لقسم على حساب قسم آخر، الفروق بسيطة. هذا عدد الطلاب اللي قبلوا العام الماضي أو السنة هذه، عفوا السنة هذه اللي ابتدأوا معنا. يعني أن طبعا أن العدد اللي حددناه 75 طالب لكل قسم، في أقسام ارتفعت إلى 80 طالب إلى كذا، بس أنه يعني بين 75 و80 طالب لجميع الأقسام. طيب طبعا بالنسبة للخطة الدراسية، طبعا بعد السنة التحضيرية في عندنا مجموعة من المقررات، في مقررات اللي هي كوليدج ريكويرمنت، تسميها كوليدج ريكويرمنت، وفي مقررات رياضيات عامة. مثلا في مقررين رياضيات لابد يأخذها جميع طلاب الكلية وليس قسم عن قسم، هذه النقطة الأولى. الله أكبر الله أكبر. النقطة الثانية اللي هي عدد الساعات المشتركة الأخرى، يعني يلاحظ أن الطلاب يلخبطون، يتوقعون أن علوم الحاسب برمجة، علوم الحاسب ليس برمجة. مقررات البرمجة اللي يدرسها طلاب الكلية يدرسون جميع التخصصات نفس المقررات البرمجية، نفس المقررات البرمجية. عندنا 11 ساعة مقررات برمجية وست ساعات رياضيات وثلاث ساعات نظم تشغيل أو operating systems، وبعد كذا كل برنامج له عدد معين من الساعات بناء على التخصص بالتفصيل. أقل قسم عدد ساعات قسم علوم الحاسب 132 ساعة شاملة التحضيرية، وأعلى قسم اللي هو هندسة الحاسب لأنه 5 سنوات 161 ساعة. القسمين الآخرين 137 138 ساعة، يعني في خلال 4 سنوات يستطيع الطالب التخرج منها. طبعا قوة الكلية حقيقة واضحة، يعني الكلية مثل ما ذكرنا الآن تعتبر من أقدم الكليات، عمرها حوالي 33 سنة، متمكنة، عدد الأساتذة اللي فيها عدد عالي جدا ومتميزين جدا. البرامج الكلية جميعها معتمدة أكاديميا من خلال الإيبت، وحاليا تسعى للاعتماد الأكاديمي للNCAA اللي هو المحلي. طبعا الإيبت اعتماد عالمي أو أمريكي، والمحلي اللي هو NCAA تسعى له. طبعا نحط دبل A، هي NCAA يعني AA وانذر A. طيب بالنسبة للمتخصصين عندنا تقريبا عدد لا بأس فيه من الأساتذة والمحاضرين، تقريبا 120 أستاذ حامل PhD، وحوالي 164 ما بين محاضر ومعيد، جزء منهم مبتعث وجزء منهم موجود. بالنسبة للتجهيزات طبعا تجهيزات جدا عالية up to date، الأجهزة كلها تحدث بشكل تقريبا شبه سنوي، فما في أي إشكالات من هذا النوع. طيب لعلنا نبدأ بالأقسام. قسم هندسة الحاسب، راح أتكلم أنا عن قسم هندسة الحاسب بصفتي متخصص في هندسة الحاسب، وأترك المجال للزميل الدكتور سعد للكلام عن الأقسام الأخرى. سم قربة ما عاد لنا ناكله شو. طيب عبارة عن إيش هندسة الحاسب؟ طبعا يلاحظ أن الطلاب طبعا التخصص هذا هندسي، في الجامعات العالمية هو ينتمي لكلية الهندسة، تعتبر جامعة الملك سعود من الجامعات يعني خلنا نقول الأود في الموضوع هذا، اللي هو أنه التخصص لا يتبع لكلية الهندسة، هو حقيقة فرع من تخصص الهندسة الكهربائية، يعني معروف في جميع الجامعات تقريبا تجد أنه التخصص هندسة كهربائية وهندسة حاسب ضمن نفس القسم، لكن تاريخا بدأ مستقل. أنا مثلا لما بدأت في الكلية بدأت في قسم هندسة كهربائية، وبعدين انفصلنا عن الهندسة الكهربائية وصرنا كلية مستقلة، وعلوم الحاسب نفس الشيء، تاريخا كان قسم الرياضيات وبعدين انفصل عن الرياضيات وصار مستقل، وطبعا تفرعت العلوم الآن صار من الصعوبة أن يرجع للأصل. فإذا هندسة الحاسب هي عملية في الهاردوير، تصميم بناء صيانة الحاسبات، أي شيء متحكم فيه بالحاسبات، كل هذا يدخل ضمن تخصص هندسة الحاسب. طيب مثل ما ذكرنا من هو مهندس الحاسب؟ مهندس الحاسب ممكن يقوم بالتحليل وتصميم وصيانة شبكات، دوائر إلكترونية، أنظمة تحكم، بالإضافة أنه يعني باستطاعته يعمل دراسات أو حلول لمشاريع الحاسبات في نظم الحاسب الآلي، الأجهزة المطلوبة، طرق معالجة المعلومات، طرق الربط أو الاتصال بين الأجهزة إلى آخره. التخصصات الفرعية في القسم عندنا مجموعة تخصصات فرعية،
طبعا ما في مسارات داخل القسم، هو مسار واحد بس، في مقررات اختياريه باستطاع الطالب انه يختارها، وبالتالي يصير في تركيز اعلى في جزء عن جزء اخر. فعندنا اللي الشبكات واتصالات الحاسب، طبعا قسم هندسه الحاسب يعتبر اقوى الاقسام في هذا المجال، في مجال الشبكات. فاذا نتكلم على شبكات الحاسب، قسم هندسه الحاسب الطلاب يدرسون من الرياضيات الى اخر سنه، وهو يدرس في هذا المسار تخصصات تراكميه او مقررات تراكميه. في عندنا انظمه التحكم الرقميه، اي شيء يتحكم فيه بالحاسب هذا جزء من التخصص. في عندنا بناء المعالجات او المعالجات الدقيقه، وفي عندنا التحكم الالي او الانسان الالي بانواعه، وفي عندنا معالجات الاشارات والصور والصوت والكلام والى اخره. كل هذه تعتبر ما يطلق عليه سيجنال بروسيسنج، سواء كانت فيديو او صوت او عمليه ريكوجنيشن للاصوات هذه. اين يعمل مهندس الحاسب الالي؟ طبعا نسيت اذكركم انه بالنسبه لخريج كليه الحاسب اكبر ميزه عنده انه يشتغل في كل مكان. يعني انت ما انت مربوط بجهه معينه، جميع الدوائر الحكوميه، جميع الشركات، جميع القطاعات الا فيها قطاع اي تي، تقنيه معلومات، وهذا يستوعب الخريجين منها. فمجالات العمل متاحه وبوفره يعني، وما زالت الطلبات تتوارد على الكليه بهذا الخصوص للخريجين. طبعا اللي يميزهم من شركه الى اخرى اللي هو عمليه المعدل التراكمي. واما التخصص لم الاحظ ذاك الفرق في بالنسبه يعني هذا اسال عنه كثير، لم الاحظ ذلك الفرق بالنسبه للتخصص بالنسبه للوظيفه. يعني هل مثلا مجالات عمل تخصص اكس افضل من تخصص واي؟ بالغالب لا، لانه البلد ما زالت محتاجه لعدد كبير من الخريجين في التخصصات المختلفه في الحاسب الالي. وعموما متطلبات الكليه تجهز الطالب بحيث انه يستطيع انه يعمل في عده المجالات، يعني مو بالضروره انه مثلا تخصص نظم معلومات معناها يستمر طول عمره نظم معلومات، ممكن يحول الى القسم الاخر لانه في اشياء مشتركه كبيره بين الاقسام الاخرى. فاذا هو في مجال الشبكات، في التحكم، في الى اخره، يعني ما احب اكرر الكلام نفسه. طيب القسم الاخر اللي هو كان سابقا اكبر الاقسام من ناحيه العدد، قسم نظم المعلومات الإدارية، أترك للدكتور الحديث عنه. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. أشكر لكم حضوركم الكريم للتعرف على تخصصات كلية الحاسب الآلي. الحقيقة موقفكم شوي صعب، لأنك تحاول الآن تميز أول شيء الكلية من بين الكليات الأخرى، زي مثلا كلية الهندسة، كلية العلوم، كلية العمارة والتخطيط. ولكن أيضا يطلب منك أكثر أنك تختار التخصص من البداية. وتخصصات كلية علوم الحاسب والمعلومات تخصصات فيها تقارب وتداخل، لا تستطيع أنك تضع حدود فاصلة وواضحة زي ما يحدث في الكليات الأخرى. فمثلاً كلية العلوم لو حبينا نقول مثلاً تخصص الفيزياء والكيمياء، واضح جداً الحدود والفواصل فيما بينهم. كذلك كلية الهندسة مثلا قسم تخصص هندسة مدنية وهندسة كهربائية، واضح الحدود والفواصل. لكن عندنا في الكلية في تداخلات ومناطق مشتركة ما بين الأقسام، لا يستطيع أي قسم أن يدعي امتلاك هذا التخصص لوحده، إنما في مميزات وصفات واضحة لهذا القسم بالإضافة إلى الصفات المشتركة مع الأقسام الأخرى. فالدكتور منصور مشكوراً تفضل بتقديم قسم هندسة الحاسب، فراح أكمل بقية الأقسام الثلاثة. نبدأ حسب ترتيب العرض وهو قسم نظم المعلومات. عند بناء أي نظام، سواء كان لشركة أو جهة حكومية يعني أو مثلا وزارة معينة، لابد أنك تأخذ احتياج المستخدمين اللي هي requirements، احتياجاتهم الأولية، وتحللها وتضع التصميم المناسب لعمل هذا النظام. أيضا لابد من أسلوب إدارة هذا المشروع، أنت عندك أمور مالية، كيف راح تدير هذا المشروع؟ فقسم نظم المعلومات هو واجهة
نقدر نقول أقسام الكلية للتعامل مع الشؤون الإدارية وتصميم النظم. يمتاز هذا القسم بأنه يكون رائد محلياً ودولياً في مجال التعليم والبحوث في تخصص نظم المعلومات، خدمة الطلاب والمجتمع من خلال توفير التعليم المتميز. وما أهداف القسم وهو أن الطالب، يعني خلنا نكون هنا واضحين، أنت حتتعامل مع نظم معلومات. ما هي نظم المعلومات؟ أنت تتكلم عن قواعد بيانات، تتكلم عن تحليل requirement analysis اللي هو تحليل متطلبات المستخدم، إدارة المشاريع اللي هي project management. هذا هو اللب الحقيقي لهذا التخصص. المخرجات طبعاً الطالب لابد يكون قادر على إدارة المشاريع وتصميمها بالشكل الأمثل تبعاً للطرق الحديثة والمستخدمة حالياً، لأن هذا المجال جالس في تغير وتقدم من سنة إلى سنة. الفرص الوظيفية زي ما ذكر الدكتور منصور متاحة لكل التخصصات، ولكن هذا التخصص يعني الحقيقة لابد أن نعطيه حق أكثر من ناحية أنه يمتاز بالعلوم الإدارية، يأخذون جانب إداري في مقررات القسم. فربما أن التوسع في الفرص الوظيفية أكثر بالنسبة لقسم نظم المعلومات على حساب يخسرون وظائف أخرى، فأنت يعني تكسب في مجال فرص وتخسر في مجال الفرص الأخرى. ناتي الآن للقسم الثالث وهو قسم علوم الحاسب. وش اسم الكلية؟ كلية علوم الحاسب، وهذا التخصص اسمه تخصص علوم الحاسب. وهذا القسم هو أول قسم تواجهه من الكلية، تقعد حوالي سنة ونص وأنت ما تشوفه من الكلية إلا هذا القسم. فالبعض يكون عنه صورة غريبة، يعني شوي هذا كيف كلية علوم الحاسب والتخصص علوم الحاسب والمقررات اللي تدرس من تخصصات أقسام أخرى. هذا هو قلب الكلية. لو كان الهاردوير مهم ونتفق عليه، لكن لو خرب نظام التشغيل في جهازك أو جوالك علق السيستم، تستفيد شيء من اللابتوب ولا الجوال؟ لا. إذا نظم التشغيل هي الروح التي تخلق، يعني إذا شبهناها يعني تخلق الحياة في الهاردوير. الهاردوير لا يمكن تستفيد منه بدون نظام تشغيل. المحور الأساسي لهذا القسم وهي الخوارزميات الألغوريثمز، تستخدم في كل المجالات سواء كان نظام التشغيل أو شبكات الحاسب. شبكات الحاسب مجال كبير جداً. صحيح أن المرحلة الأولية من شبكات الحاسب ترتبط بالهاردوير من ناحية إرسال الإشارات، عملية التراسل، كيفية نمذجة البيانات الرقمية، لكن كيف تربط الشبكات، كيف ترسل المعلومات، هذه تحتاج ألغوريثمز بما يعرف أنها عملية الإرسال وتوجيه الرسائل، وهذا أيضاً في قلب علوم الحاسب. القسم أيضاً يتطرق للذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، كيف تستطيع أن تجعل الآلة قادرة على اتخاذ قرارات. القسم أيضاً في يعني من ضمن الأشياء اللي راح تدرسها قواعد البيانات، هندسة البرمجيات اللي جزء منها راح تدرس بعض المعلومات عن تصميم النظم، أيضاً عند كيف تستخدم اللغات المختلفة للبرمجة، عملية التمثيل للصور الرقمية والتعرف على الأشكال. تخصصات كثيرة جداً موجودة في هذا القسم الذي يعتبر قلب للكلية. صحيح أنك تدرس في البداية الكورسات الأولية اللي هي البرمجية 111 و113 و212، فالطالب يظن أن هذا القسم هو قسم برمجة. لا، القسم ليس قسم برمجة، القسم أكبر بكثير من هذا الشيء، ولكن أنيطت به مهمة تقديم الكورسات الأولية لكل الأقسام
لأنه جزء منه وهي الخوارزميات وعمليات لغات البرمجة تتبع علوم الحاسب. الطالب المتخرج من علوم الحاسب عنده القدرة على فهم وربط المواضيع المختلفة أكثر من غيره، هو اللي يقدر يشوف الهاردوير واحتياجه ويشوف أيضاً البرامج الأخرى والمستخدمين وما هي احتياجاتهم. هذا القسم طبعاً أنا مريت عليه بشكل سريع لأني أنا أحد أفراد هذا القسم، فما احتجت أني أقول السلايدز هذه اللي أنا ذكرتها اللي موجود في القسم أكثر بكثير من هذا المعروض. يعني عندك تخصصات ومسارات مختلفة وتتفرع فروع أكثر في ناحية الدراسات العليا. ننتقل بعد ذلك. طيب بالنسبة لمجالات العمل زي بقية الأقسام الأخرى زي قسم الهندسة وقسم نظم المعلومات، الاحتياج نفس الاحتياج إن البلد لازلنا بحاجة لكل أنواع التخصصات، وإن كان قسم العلوم يحتاجون أكثر من ناحية تصميم النظم المرتبطة بالهاردوير. يعني إذا كان محتاج هاردوير فهو محتاج أكثر قسم كمبيوتر ساينس أو علوم الحاسب. ننتقل إلى القسم الأخير وهو قسم هندسة البرمجيات. هذا أحدث أقسام الكلية وهو تخصص جديد سواء عندنا أو حتى على المستوى العالمي. التخصص هذا يركز على عملية كيف تحول تصميم البرامج إلى عملية هندسية بحيث أن البرنامج يصبح منتج زي أي منتج آخر. يعني فكرة الهندسة أنك أنت تصمم منتج في النهاية سواء مهما كان نوع تخصصك، في معايير معينة للهندسة. البرامج الآن هي برامج تعتبر منتجات، فلا بد أنك تضع معايير هندسية لهذه المنتجات، القسم يركز عليها. نشوف مثلاً المواضيع الموجودة اللي هو التحليل والنظم الذي يشترك فيها أيضاً مع قسم نظم المعلومات، وضع المواصفات، التصاميم، وهنا هذا القلب الحقيقي وهو الديزاين. إذن النظم المعلومات أكثر أناليسز تحليلي أكثر، السوفتوير إنجينيرينج هو أكثر في الديزاين، الكمبيوتر ساينس أكثر في الامبليمنتيشن من غيره، الانجينيرينج هو اللي يوفر لك البيئة اللي يشتغل عليها الثلاثة هذولي. علوم البرمجة أيضا هذه جزء من علوم الحاسب. مجالات العمل مجالات كثيرة ومتنوعة سواء وتتقاطع مع بقية الأقسام الأخرى. زي ما ذكرت هذا تخصص جديد ويعني يركز على جزئية معينة، يعني عكس مثلا لو قارناه بعلوم الحاسب، علوم الحاسب تخصص هائل كبير جدا، لكن هندسة البرمجيات تخصص محدد وأكثر تركيز ضمن هذا التخصص. بكذا نكون قدمنا لكم الأقسام الكلية الأربعة اللي هي هندسة الحاسب 5 سنوات، والأقسام الثلاثة الأخرى 4 سنوات اللي هي كمبيوتر ساينس، علوم الحاسب، هندسة البرمجيات ونظم المعلومات. وأترك الآن المجال للدكتور منصور مشكورا للإجابة إذا كان في أي استفسارات. الجواب على بعض الأسئلة إن شاء الله. طيب بس تذكير بعض المعلومات، يعني بس قضية عملية تحديد تخصصك، طبعا في خلال فترة قصيرة ستفتح البوابة لاختيار تخصصك. طبعا الملاحظات اللي لاحظتها في السنوات الماضية من الطلاب اللي يركزون على الاختيار الأول والثاني وينسون الثالث والرابع والخامس، يحطون الثالث والرابع والخامس أي اختيار. طبعا قضية أنك تحقق لك الرغبة الأولى هذه مربوطة بالآخرين، هي مربوطة فقط بأدائك. قد أنت تكون مثلا نسبتك المركبة أن طالبين 75، نسبتك المركبة 76، فأنت ضامن 76 تقول أنا ضامن القبول. ذكرت لكم في البداية أنه في شيء اسمه عدد، وبالتالي ما راح تقبل بسبب العدد، وبالتالي لازم تكون اختياراتك ذكية شوي. يعني لما تجي تختار أنت تقول الآن هل أنا أبغى كلية الحاسب ولا أريد غيرها، معنى كذا أن تكون حريص على أنك إن جايها بطريقة أو بآخر، فبالتالي أختارها
واختار الكليه الاخرى الثانيه اذا ما حصلت لي كليه الحاسب، الكليه الثانيه اللي استطيع احول منها الى الحاسب مره اخرى. مثل ما ذكرنا اذا ما قبلت في الفصل الاول باستطاعتك التحويل الفصل الثاني اذا حققت الشروط. طبعا الفصل الثاني الميزه انه لا نطلب يعني نطلب النسبه المركبه الاصليه اللي هي 75%. طبعا اذا يمكن عندكم في البروشور اللي توزع عليكم، اذا انت رحت كليه العلوم او كليه العلوم الصحيه ايا كان او الهندسه نقبلك اذا حققت النسبه المركبه 75%. بس في الحاله هذه ماذا نحتسب في النسبه المركبه؟ نحتسب المعدل الجديد بعد دراسه فصل دراسي. طبعا شرط اساسي انك تدرس 12 ساعه. بعد 12 ساعه هذه نعيد حساب النسبه المركبه، يدخل الان فيها ماذا المعدل اللي اختلف؟ ماذا المعدل التراكمي الجديد اللي اختلف؟ الشيء الاخر اللي هو المقررات الاخرى اللي درستها. اذا انت درست احصاء او فيزياء او رياضيات، الثلاث مقررات هذه تدخل ضمن النسبه المركبه الخاصه بالرياضيات. فبالتالي اذا انت لم تقبل في الكليه بسبب ضعف في مقرر الرياضيات، يعني واحد مثلا في 140 ما جاب درجه كويسه او في 150 ما جاب درجه كويسه لكنه عنده امكانات انه يدرس في الرياضيات، فبالتالي يروح لكليه العلوم قسم الرياضيات او قسم الاحصاء ويدرس مقرر الرياضيات بحيث انه يستطيع رفع النسبه هذه وياتي. فبالتالي انتبه لقضيه الاختيارات الاخرى، ضع يعني اختياراتك بشكل دقيق. كليه الحاسب، كليه الهندسه مثلا ابغى رغبه اولى، كليه الحاسب رغبه ثانيه. الملاحظه الاخرى انه بعضهم يقول لك انا ابغى كليه الهندسه قسم الهندسه الكهربائيه. طيب كليه الهندسه قسم الهندسه الكهربائيه، اذكركم مره اخرى انه قسم هندسه الحاسب يعتبر جزء من الهندسه الكهربائيه، فقد تكون اختيارك الثاني. يعني اذا ما حصلت لك القسم الهندسه الكهربائيه اختيارك الثاني قسم هندسه الحاسب، لانه اصلا فرع من الهندسه الكهربائيه. فبالتالي كانك تدرس فعليا، ولو تلاحظ الخطتين خطه الهندسه الكهربائيه وخطه الهندسه الحاسب روح ناظرهم تجد في تشابه كبير بينهم. فيعني ارجو من الجميع انه ينتبه لهذه القضيه، قضيه لما تختار الاختيارات لا تقول انا الاختيار الاول او الثاني او ضامن الاول او الثاني او الثالث، لا ما في شيء مضمون، لانه انت تعتمد على التنافس مع الاخرين، قد يكون معدلك جيد لكن الاخرين اجود، فبالتالي ضع جميع الاختيارات ولا تهمل، لانه وجدت ناس مثلا يقول انا لقيت نفسي في قسم كذا في كليه كذا ولم يكن رغبتي، انت اكيد حاطه، قال لا انا حطيت رغبه اولى ثانيه مثلا او ثالثه او رابعه، طيب ما حصلت الاولى والثانيه والثالثه. فارجو الانتباه اللي راغب انه في الكليه بالذات الرغبه الثانيه بعد الكليه كليه العلوم وليست كليه الاداره. اذا تبغى كليه الاداره احنا نطلب 80% نسبه مركبه، فبالتالي في 5 نسب فرق بين انك تجي من العلوم او تجي من الاداره. فانا بس حبيت انبه على هذه النقطه لانه فعلا عانى منها مجموعه من الشباب. طبعا كليه اداره الاعمال فيها تخصصات ممتازه جدا، بس لازم تكون رغبتك، لانه عندهم نظم معلومات اداريه قريب من نظم المعلومات، بس الجانب الاداري فيه اعلى والجانب التقني فيه اقل، لكنه اسمه نظم معلومات، هناك اداري وهنا نظم معلومات حاسب. طيب اترك المجال للاسئله، واذا احد عنده اي استفسارات او ذا ممكن يجيب عليه. طيب هذا سؤال يسال يقول هل يعتبر خريج هندسه البرمجيات تحت كادر المهندسين؟ سؤال عن عظيم هذا. إلى الآن لا، طبعا إلى الآن لا، لكن فيه مساعي لاحتسابه ضمن كادر المهندسين، لكن إلى الآن لا يعتبر ضمن كادر المهندسين. هو الفكر الهندسي موجود في التخصص مثل ما ذكر الدكتور، يعني هي فكرة أنت كيف تبني تطبيقات أو كيف تربط تطبيقات، تأخذ نفس الفكر الهندسي من مواصفات إلى دراسات المواصفات التطبيق إلى الصيانة إلى 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 آخره كلها. يعني أنت في السابق لما كنا نبني بيوت صغيرة ما كنا نحتاج مكاتب هندسية، مقاول ويبني. الآن لما تيجي تبني أشياء ضخمة لازم مهندس ويكون مخطط ومعروف المسارات وكيف أقدر أتوسع، كيف أقدر أسوي صيانة إلى آخره. فهذا الفارق، لأنه الهندسة البرمجيات أصلا علوم حاسب، جزء من علوم الحاسب، لكنها انفصلت لما توسعت الأمور. السؤال الثاني يقول ما هو أمن المعلومات؟ أمن المعلومات من اسمه ترجمته، يعني أمن المعلومات كيف تحافظ على المعلومات بشكل آمن. طبعا لنا عندنا أمن معلومات، أمن شبكات، أمن أنظمة إلى آخره. فأمن المعلومات اللي كيف تحافظ على المعلومة بشكل آمن، هذا المقصود يعني بالعموم. بس أنها تدرس من عدة جوانب، يعني عندنا في شيء اسمه أمن شبكات، أنت معلومتك موجودة لما تنقلها كيف تضمن أنها تنقل بدون ما تتعرض، وهذا موجود في جميع التخصصات، في علوم الحاسب موجود وفي نظم معلومات موجود وفي هندسة الحاسب موجود وفي البرمجية موجود. السؤال الثالث، هل توجد شروط تخصيص خاصة بغير السعوديين؟ طيب بالنسبه لغير السعوديين طبعا الفكره الاساسيه فيها انه الجامعه، نظام الجامعه او نظام التعليم العالي من كليه الحاسب مثلا 5% من غير السعوديين، فالتنافس يكون على هذه المقاعد من 5% غير السعوديين. طبعا
طبعا جزء من غير السعوديين اصلا لم يدرس في السعوديه، فبالتالي ما عنده قدرات ولا تحصيل، فما يستطيعون يقارنون بالطلاب الاخرين، فبالتالي هم يعتمدوا على المعدل التراكمي فقط. والتجربه تقول انه يعني المعدلات قريبه من 5 اللي يقبل في الكليه بناء على المقاعد، يعني ان كليتنا مثلا عدد الطلاب فيها تقريبا 1460 طالب، ففيها 70 طالب غير سعودي اللي هي 5%، فكل ما تخرجت مجموعه يستقبلون مجموعه، ويستقبلون من خلال التحويل، يعني في ناس ما قبلوا مثلا من التحضيريه، راحوا لكليه العلوم درسوا، الفصل هذا قبلنا يمكن 4 أو 5 من الطلاب اللي لم يقبلوا في التحضيريه من غير السعوديه، فالمجال متاح بس هي تنافس على المعدل التراكم. ما الفرق بين علوم الحاسب وهندسه الحاسب؟ الجواب يمكن الدكتور سعد شرح لكم اياها، لكن يلا. الحقيقه فرق، يعني زي ما ذكرت لكم، الهندسة الحاسب هو يركز على الأجزاء المادية للجهاز، سواء كان مثلا تصميم المعالجات، الذاكرة، الشرائح الإلكترونية، تراسل البيانات من الناحية الإلكترونية. علوم الحاسب يركز أكثر على كيفية تطويع هذه الآلة لإنتاج عمل مفيد من خلال وضع تصاميم برمجية اللي هي نطلق عليها الجوريثمز أو خوارزميات، هي المحور الأساسي. فأنت علشان تصمم أي حاجة لابد أنك تحدد لها خطوات العمل. فحتى مصمم الهاردوير يحتاج أنه يحدد خطوات أيضاً لعمل الآلة في تصميمه. فموجود جزء يعني في تقاطع بين التخصصين على نواحي، وفي اشتراك فيما بينهم. فمثلاً اللي متخصص في نظم التشغيل لابد يتعاون مع الأشخاص اللي يصممون المعالجات، لأن فيه ترابط كبير جداً بين نظم التشغيل اللي هو علوم الحاسب مع تصميم المعالجات اللي هو هندسة الحاسب. لكن يعني في النهاية إذا كنت مائل أكثر إلى العملية الهندسية اللي التصاميم يعني نقدر نقول المعالجات والشرائح الرقمية، وأقرب إلى الهندسة الكهربائية فمجالك هندسة الحاسب. إذا كنت مائل أكثر إلى موضوع تطويع الآلة ووضع الخوارزميات المناسبة على كل المستويات، يعني على مستوى الهاردوير وعلى مستوى نظم التشغيل وعلى مستوى التطبيقات، فمجالك هو مجال علوم الحاسب. فهي واضحة، يعني هذا سوفت وير وهذا هارد وير. سؤال من ياسر يقول: هل اختيار القسم يعتمد على المعدل أو أن المعدل فقط لدخول الكلية؟ لا، مثل ما ذكرنا كل قسم يعتبر بالنسبة لنا، كل قسم الآن يعتبر بالنسبة لك كلية، يعني ممكن تقول مثلا اختياري الأول مثلا كلية الهندسة، اختياري الثاني هندسة حاسب، اختيار الثالث إدارة أعمال. يعني انت ما تبغى مثلا علوم حاسب، ما تبغى نظم معلومات، او ممكن يكون اختيارك الاول تبغى انت نظم معلومات، ما حصلت نظم معلومات اختياري الثاني كليه اداره الاعمال، لانك تبغى تروح نظم معلومات اداريه، فبالتالي احنا مثل ما ذكرت كنا في السابق نقبل وندرس الطالب فصل وبعدين نخصصه، وجدنا في تكدس في بعض الاقسام عن اخرى، فما نبغى نظلم الطالب اللي له رغبه، فقلنا من البدايه انت تتنافس مع زملائك على التخصص، ما اذا دخلت كليتنا تدخل على التخصص مباشره. وهذا يريحك بدل ما تجلس انت الان في السنه التحضيريه تجلس لك سنه وما تدري اي كليه، ما نبغى تدخل الكليه وتجلس لك بعد فصل او سنه وما تدري اي قسم، وممكن تروح القسم انت ما تبغاه اصلا وتطلع من الكليه، وهذا اللي لاحظناه في طلاب خرجوا من الكليه لانه كان داخل الكليه لقسم معين ولم يحصل له القسم، فاحنا قلنا من البدايه نكون مثل ما يقولون على بياض، انت داخل على القسم اللي انت تبغاه، قبلناك بناء على تنافسك مع زملائك، احنا لا انت تتنافس مع زملائك. ففي بعض الاقسام يكون عليها ضغط اكثر وبعض الاقسام يكون ضغط اقل، بس مثل ما ذكرنا يعني اعيد واكرر الاقسام متداخله الى يعني شكل، يعني اعطيك مثال بسيط جدا ظاهر الان، كبير مبرمجي وزاره التعليم العالي خريج هندسه الحاسب، قسم من هذه ومش كبير المبرمجي اللي الان يعني في برمجه ذا، يعني احد مبرمجيهم او من كبار مبرمجيهم من طلاب اللي انا درستهم في هندسه الحاسب، لانه مثل ما ذكرنا جرعه البرمجيه اللي اخذها الاقسام كلها واحده، واذا صار لك اهتمامات انت فيما بعد، ترى احنا نؤسس يعني كليه تؤسس، وبعد كذا انت ممكن تنطلق الى اتجاهات اخرى، في ناس تخصصوا هندسه حاسب واخذوا الدراسات العليا في تخصص العلوم الحاسب والعكس صحيح، يعني الامر متاح. بس طبعا مثل ما قلنا في فروق فعلا تركيزيه اخرى. طبعا سؤال من ياسر يقول:
فرص العمل التي تنتظر خريجي علوم الحاسب؟ والله مثل ما ذكر لكم الدكتور سعد، مجال واسع جدا. يعني انا اقول لكم، يعني احنا بعض القطاعات لا تميز اصلا بين التخصص، هي تبغى تخصص حاسب، اذا عندك في اسمك حاسب خذوك، يعني ما ينظرون للكلمة الاخرى. فبالتالي يعتمد على طبيعة العمل اللي انت راح تروح. فمجالات العمل العلوم الحاسب طبعا هي مثل ما ذكر الدكتور، هي انت الان هل تسعى للعمل في الامور البحثية والتطويرية ولا في الاعمال التطبيقية؟ كلها متاحة. وميزة علوم الحاسب، أنا أقول لك يعني ميزة علوم الحاسب، أنت تستطيع تعمل من أي مكان، ما أنت ملزم بمعمل، ما أنت ملزم بشيء، باللابتوب حقك تطور تطبيقات. وممكن تكون، وأنت تعرفين المالتي بليونيرز الحين اللي حقين الواتساب وحقين هذا، وش هذا؟ كتب تطبيق وكتب له الله النجاح، والآن صار من كبار المليارديرات في العالم. فبالتالي ما تحتاج فعلا، ميزة السوفت أنك ما تحتاج لابس عشان تشتغل فيها. أنت لما تكون في هندسة كهربائية ما تستطيع تنتج إلا يكون عندك لاب. في الحاسب بالبيت وانت على اللابتوب تقدر تطور تطبيقات والجوريثمز والى اخره. ومثل ما ذكر الدكتور، هي الالات هذه لا تعمل الا من خلال خوارزميات او الجوريثمز لتحريك. لو قلنا بعض الاسماء يمكن ما ادري تعرفونهم ولا لا، ستيف جوبز، بيل جيتس حقين ابل ومايكروسوفت، لاري بيج، جوجل، كل هالأسماء هذه كمبيوتر ساينس، مجالك يعني هو الأكبر من ناحية تطوير البرامج، من ناحية متابعة تشغيل النظام للمستخدمين. أنت تقدر يعني كرت رابح، تقدر تلعب في أي مكان باختصار. السؤال يقول: هل يمكن التحويل من كلية الحاسب إلى كلية الهندسة؟ طبعا عندنا مجموعة من الطلاب، هي طبعا حسب الرغبات، مثل ما ذكرنا في مجموعة من الطلاب كانت رغبتهم الأولى كلية الهندسة ورغبتهم الثانية كلية الحاسب، فبدأوا معنا في كلية الحاسب لكن رغبتهم الأساسية كانت كلية الهندسة. بعد نهاية الفصل الأول حولوا إلى كلية الهندسة، في مجموعة لا بأس فيها حولت. يعني طبعا ما كثير، يعني نتكلم على 4-5 طلاب يعني ما حقق رغبة الهندسة. وشروط الهندسة تختلف عن شروط الحاسب في التحويل، احنا استمرينا على نفس الشروط في التحويل، الهندسة شروطها في التحويل تختلف شوي، بس عندهم شروط برضو في ماذا تدرس يعني. ولعلهم لو جوكم، اذا ما كانوا جوكم يعطوكم تفصيلات اكثر. ما هو متوسط عدد المقاعد المتاحة للكلية؟ طيب احنا عادة نقبل 75 طالب لكل تخصص، يعني عندنا الان الكلية عندها تقريبا تقبل كل سنة حوالي 300 طالب. يزيد قليلا ينقص قليلا، يزيد قليلا ما ينقص، يزيد قليلا بسبب انه في بعض الطلاب يتخرجون في الصيف، فبالتالي اذا طبعا هي في البدايه يعطونا ال 75 طالب، فلو تخرجوا ناس في الصيف ومحققين المعدلات اللي توقف عليها القبول ادبيا عماده القبول للتسجيل تحولهم. عشان كذا يمكن لاحظتوا لما شفتوا السلايد اللي وضعناها كان في بعض التخصصات وصلت الى 80%، هذول اللي الزياده هذه جت من خريج الصيف. فبالتالي احنا نطلب 75 للطلاب. طبعا طبعا حاليا الطالبات برضو فتحنا الاقسام، ثلاث اقسام اللي هي عندنا 4 اقسام طالبات، عندنا تقنيه معلوماتها خاص طالبات، وعندنا علوم حاسب ونظم معلومات وهندسه برمجيات. علوم حاسب بدا السنه هذه، وهندسه برمجيات ونظم معلومات تبدا السنه القادمه للطالبات نفس المنهج. تخصص هندسه البرمجيات هل يعتمد على الحفظ او الفهم؟ والله في كليتنا ما في شيء حفظ، أنا أقول لك إياها من الحين، إذا ما أنت جيد في الرياضيات وجيد في الاستيعاب والفهم، يعني الحفظ معروف وين تروح. يعني في جزئيات لازم تحفظها بدون شك، لكن كثير من الزملاء يعطي اختبارات أوبن بوك، كتاب مفتوح. أو وش تحفظ يعني؟ وإذا عندك معادلات لا نطلب منك حتى تحفظ المعادلات، نعطيك المعادلات في الاختبار، نعطيك المعلومات فما في حفظ. هي الكلية العلمية بطبيعتها يعني فهمية أكثر منها حفظية. في بعض التخصصات طبعا تحتاج تحفظ اجزاء اكثر من اجزاء، بس عندنا في الكليه لا اتصور انه في شيء حفظي، قد يكون في جزئيات بسيطه لكن في النهايه هي فهم اكثر. لي تعقيب دكتور. لي تعقيب على هذه النقطه. يا شباب يعني ودي اقول حاجه، كلكم مبدعين، كل واحد فيكم عنده مهاره متميز جدا، إنما السؤال كيف تكتشف هذه المهارة؟ لابد أنك تعرف نفسك، أنت أكثر واحد يقدر يكتشف المهارة الموجودة فيك أنت،
المهارات والإبداع مختلف من شخص إلى آخر. مثلا خلني أضرب مثال وليس شيء يعني أني أسرد كل التطبيقات. مثلا إذا شخص قادر على أن يرسم شيء بمساقطه الأبعاد الثلاثية بسهولة جدا، هذا بيمشي بشكل سلس ومنظم في كلية العمارة والتخطيط بدون أي مشكلة. شخص مثلا مبدع في الكتابة والإلقاء بيمشي في كلية في قسم اللغة العربية. كلية العلوم الحاسب والمعلومات كل الأقسام الأربعة تعتمد على مهارة التفكير المنطقي، كيف تقدر تفكك عمل إلى خطوات وتنظمها بشكل منطقي. إذا عندك المهارة هذه راح تمشي في الكلية بسهولة. إذا أنت عندك مهارات أخرى سواء مهارات نظرية أو حفظية أو بصرية إلى آخره، قد تواجه إشكاليات. هذا يعني تعقيبي على اللي ذكر موضوع الحفظ. فالمهارة الأساسية المطلوبة في الكلية هي التفكير المنطقي، وفي اختبارات موجودة على الإنترنت تستطيع أنك تقيس مهارتك في هذا المجال وتشوف هل أنت مناسب أو غير ومدى قدرتك على التفكير المنطقي. طيب يمكن ينفرد يعني في قسم الهندسة حقيقة تحتاج تكون يعني في الرياضيات جيد، لأنه عدد المقررات في الرياضيات يعني مثل ما قلنا في مقررين رياضيات إجباري على جميع الأقسام، بعد كذا كل قسم ممكن يقرر مقرر أو مقررين رياضيات، بس بالنسبة للهندسة في تسلسل مقررات رياضيات يستلزمها التخصص، وبالتالي برضو هذه لازم تكون عندك يعني الرغبة في هذا الاتجاه، انه يكون عندك الرياضيات نوعا ما مو بالضروره تكون تحبها، بس على الاقل يو كان مانج ات يعني تقدر تتعامل معها، لان التخصص يستلزمها. ما حد يحب الرياضيات بالغالب. كم عدد سنوات الدراسه في كليه علوم الحاسب بدون السنه التحضيريه؟ مثل ما ذكرنا 3 سنوات للتخصصات علوم ونظم وهندسه برمجيات و4 سنوات للهندسه الحاسب. ما هو التخصص القريب من برنامج الفوتوشوب والتصوير؟ ولا تخصص. هذه شوف يعني يجينا الشباب اللي عندهم مهارة في التعامل مع الحاسب يتوقع انه هذا الحاسب. هذا مثل اللي عنده مهارة في قيادة السيارة يقول انا مهندس ميكانيكي، ما له علاقة. انت تقود السيارة بشكل ممتاز، لكن ما لك علاقة في تصميم السيارة وتركيبها إلى آخره. الفوتوشوب مثلا متخصص علوم الحاسب هو اللي كتب لك التطبيق اللي مكنك من استخدامه. يعني الفوتوشوب مكتوب من خلال متخصص في علوم الحاسب اللي هو تطبيق اوبريتنج سيستم من خلال متخصص في علوم الحاسب. نيمت اي تطبيق من التطبيقات اللي انت تستخدمها هذا علوم حاسب. نجي هنا تطويع هذه التطبيقات لتخصصات اخرى، هذا نظم معلومات في الاداره في ما شابه. نجي هندسه البرمجيات ربط الانظمه هذه ببعض بطريقه هندسيه، يعني تقريبا هذا لو نظرت لها بهذه الطريقه. بس اي تطبيق تستخدمه تتخيل تستخدمه واتساب اللي تبغى، فيسبوك وتبغى، تطبيقات اللي على الاوفيس ما اوفيس الى اخره، هذه التطبيقات الاصل فيها علوم حاسب اللي هم مصممين التطبيقات هذه كومبايلرز الى واعلى من كذا بكثير. انا اتكلم بس على اللي واجهه الناس اللي الناس تعرفه. فبالتالي استخدام التطبيق شيء مثل ما ذكرنا الفوتوشوب مثلا يستخدمونه متخصصين في التربيه الفنيه، مستخدمين في الاعلام، في التسويق، في الى اخره. انا اعطيتهم التول مثل ما اعطيهم قلم وقلت لهم استخدموا، فهم استخدموا. فانت عندك مهاره في هذه ما لها علاقه بالتخصص الحاسب كتخصص. تربيه فنيه هو أفضل. تربيه فنيه ممكن اكثر. هذا الانسان يسال يقول ابرز عيوب التخصص او الاشياء التي يتخوف منها الطلاب. والله ابرز عيوب ان ما يقبل الطلاب اللي ما عندهم جديه في العمل. انا اقول لكم اياها صراحه، يعني اللي بيدخل الكليه ويتوقع ان الكليه انها تحتاج، يعني انا متوقع يعني انا متاكد ان معظم الطلاب عندهم القدره. انا اقول للطلاب اللي عندي كلهم عندكم القدره، مشكلتكم القدره لحالها ما تكفي، يبغى لها عمل. انت لو عندك قوه وما تحرك يدينك ما تستفيد. فبالتالي تحتاج طالب فعلا جاد، وليس تخصص صعب. الناس تتوقع انه تخصص صعب، ولا اي تخصص في العالم صعب اذا انت بذلت الجهد المناسب لهذا التخصص. التخصص يحتاج مثل ما يقولون ديديكيشن، يحتاج التزام. فهل انت ملتزم بهذا التخصص وراغب فيه، ولا انت يعني في فرق بين واحد يبغى يتعلم
واحد يبغى فقط يقال له انه خريج كذا، ما راح ينفعك حتى لو تخرجت. في النهايه راح تكون محلك سر، وظيفه على مكتب، بعد شوي مدير وانتهى موضوعك. لا، انا نبغاك، لا ان نبنيك على اساس انك تكون بعد شوي صاحب شركه. اعطيكم مثال بسيط جدا، قابلت واحد من طلابي سلم عليه فجاه، وش موضوعك؟ متخرج 2011، عنده 3 شركات. طبعا مش شركه تقنيه، عنده واحده شركه تقنيه اللي هو تطوير تطبيقات، لكن صار عنده قروش، وصار عنده شركه دواجن وشركه اخرى مقاولات. اقصد انه استطاع انه يكسب من خلال لانه اشتغل في شركه وشاف ان القصه ما هي بذيك الصعوبه. اذا انا عندي فاجتمعوا مجموعه من الشباب قالوا لنا في الوظيفه في النهار وفي الليل نبدا نسوق تطبيقات معينه او نقدم خدمات، وفي خلال اقل من 3 سنوات صار الوضع المادي جدا ممتاز. وقص عليها، ترى ما هي صعبه، هي قبل انه هذا الطالب فعلا جاد في عمليه التعلم، ما اتصور انها صعبه. فنقول ونعيد ونكرر، جديه جديه جديه. قضيه الذكاء موضوع اخر، عندنا ناس من اذكى ما يكون ومن افشل ما يكون. ليش؟ لأنه يتوقع أنه أنا ذكي ووقف مكانه، تقعد مكانه، خليك ذكي. لكن إذا عملت حتى لو كان ذكاء أقل من هذا، ولا لاحظناه في ناس زي يسعى بكثرة، فبالتالي ينجح. وأترك الدكتور سعد برضو على الأقل. والله يعني أنا أكدت على نقطة اللي هو يعني الصعوبة الوحيدة اللي يواجهها الطالب عندنا هي ناحية التفكير المنطقي، خصوصا في البداية الكورسات الأولية مهما كان تخصصك، 111 و113 انت مطلوب منك انك تصمم برامج او تكتب الجوريثمز، خوارزميات معينة، مسائل مختلفة، وهذه طبيعتها تختلف عن كل التخصصات الأخرى. يعني رياضيات لا تماثلها حتى، فكل مسألة هي بحد ذاتها فكرة جديدة. أنت لابد أنك تكون عارف أسلوب كيف تفكر تفكير منطقي وتقدر تصمم هذا العمل. هذا فقط اللي نشوف الشباب يواجهونه في البداية. البعض يتأقلم ويمشي بشكل رائع جدا في الكلية، البعض لا، يظن أنه يبغى يشتغل على نفس الأسلوب القديم، أني عندي مواد بذاكرها وأحفظها وقبل الاختبار. لا، لأن التفكير المنطقي ايضا هو مهاره محتاجه تمرين، زي دائما اشبهها بممارسه الرياضه. فالتفكير المنطقي هو رياضه ذهنيه، وهذا رياضه بدنيه. اذا ما كنت تتمرن بشكل مستمر وبانواع مختلفه من التمارين، ما راح تكون عندك اللياقه البدنيه المناسبه. كذلك نفس الشيء التفكير المنطقي، لابد انك تكون قادر على انك تمرن عقلك كرياضات ذهنيه في البدايه، وانك تصمم برامج مختلفه. هذول الطلاب اللي ينجحون من البدايه ما شاء الله عليهم، هم اللي يمشون في الكليه بشكل سلس ومعدلات عاليه جدا. الكليه عندنا حقيقه تستلزم يكون دائما معك الورقه والقلم، تكتب تحل، لا تعتمد على انك تقرا. اذا ما تمرن يعني شوف، لو اعطيك 20 مساله محلوله وتحفظها يعني عن ظهر قلب، واغير في واحده من المسائل شيء بسيط، ما راح تقدر تنجح في هذا السؤال. فبالتالي انت لازم تمرن ذهنك على الحل وانت تلاحظها. انا اعطيك مثال بسيط جدا، انت الان لو تلعب واحده من الجيمز، اي جيم سواء رياضيه او كذا الى اخره، تلقى في اول ما تبدا تلعبها صعبه جدا، بعد اسبوع وش وضعك؟ تلقاك انتقلت لمرحلة عقبة، صارت عملية بالنسبة لك سهلة. شطرنج مثلا، ايش يسمونها حقت الياباني هذه، سكودو ما ادري ايش هذه، اول ما تقدر تحلها. بعد محاولتين 3 محاولات تبدا مخك صار يجد طرق معينة، التفكير المنطقي، طرق معينة لبداية الحل، كيف ابدا؟ وين ابدا؟ وين اروح؟ وين اجي؟ الى اخره. بدون ما تمرن ذهنك تقعد تناظرها كذا، ما راح تطلع بشيء. فبالتالي انا اعيد واكرر، اذا قدر الله ان شاء الله وكلكم قبلتم في الكليه الراغبين فيها على الاقل، فبالتالي ابدا بعمليه الممارسه، انك تحل بنفسك، لا تعتمد على القراءه وعلى الاخرين، الدسكشن جيد، الجروبزنج جيده الى اخره. الشيء الاخر اللي احب اكرره، ما هو كل الدنيا حاسب، الحاسب الحال ما يقدر يسوي شيء. فبالتالي اذا ما قبلت في تخصص حاسب نهايه المطاف، التخصصات الاخرى كلها لها مميزاتها ولها اساليبها ولها يعني سوقها. فبالتالي
قد تقبل في كلية الحاسب وبعد ما تدرس فصل دراسي تجد أن والله مو هذه طريقتك في التفكير ولا طريقتك في الدراسة، أنت فقط رغبة أهل هي يعني حب من، بس أول ما شفت التخصص على حقيقته قلت والله التخصص هذا ما يناسب، سواء تخصص داخل الكلية أو تخصص الكلية ككل، انتقل إلى كلية أخرى بشكل مبكر. لا تؤجل العمل، إن عندنا طلاب يحولون الآن من كليات طب بعد 3 سنوات 4 سنوات، يعني ضاع من عمره 4 سنوات ويدرس طب، طيب من السنة الأولى عرفت إنه هذا مو ميولك، عنده قدرة بس خلاص ما هو ما هذا مو طريقته في التفكير، طريقته في الدراسة، طريقته ما تناسب، وبالتالي حول بعده، ولما حول عندنا صار يأخذ 20 ساعة كل فصل دراسة وتخرج في 2 3 سنوات ومشى أموره وخذ ماجستير وطلع. فهذا أنا أقول لو بكر شوي في القرار، ما هو يعني مو لازم تطلع طبيب، مو لازم تطلع مهندس، مو لازم تطلع تخصص حاسب، أنت شوف وش قدراتك وين تبرز. أهم شيء إنك تبدع في المجال اللي أنت فيه. أنا دائما أقول للشباب الآن ناظر مثلاً بتال القوس وش تخصصه؟ كلكم تعرفونه أكيد. بتال القوس وش تخصصه؟ إعلام. أحيانا تقول واحد إعلام يقول مش إعلام، بروح أطلع وظيفة وكذا إلى آخره. أبدع في مجاله ما يقارن الآن بكثير حتى من الأطباء، من ناحية دخل مادي لو نظرناها من ناحية مادية بحتة، من ناحية شهرة، من ناحية كذا إلى آخره. فبالتالي أنت أبدع في المجال اللي تروح. لا تكون نهائي، لأن أشوف ناس تنصدم إذا ما قبل الكلية اللي يبغاها، والله أنا أبغى هندسة، ما قبل الهندسة على طول بروح بعثة. خلاص يا هندسة يا روح بعثة، لا يا أخي راح تخصص آخر قد يتناسب. إذا درست علوم الحاسب وكالوريوس ثم أردت أخذ الدراسات العليا في تخصص هندسة البرمجيات أو العكس؟ متاح. هو متاح طبعا، واحيانا قد يعني يطلب منك دراسه مقررات تكميليه، لكن طبعا بدون شك اي قسم لما يقدم عليه الطلاب للدراسات العليا يفضل متخصصي القسم، لكن احنا مثلا قسم هندسه الحاسب، لا قسم هندسه الحاسب اللي هو يعتبر يعني نوعا ما مختلف عن باقي الاقسام، نقبل من خريجي العلوم الحاسب ونقبل من خريجي تقنيه المعلومات، وكثير من الطالبات اللي اخذوا عندنا طالب مجموعه طالبات اخذوا ماجستير هندسه الحاسب وهم خريجي تقنيه المعلومات. فبالتالي المجال متاح للتنقل ما بين تخصص وآخر حتى في الدراسات العليا. إذا اختبرت قدرات وتحصيلي مرة أخرى وأنا في التحضيرية وحصلت على نسبة أعلى، ما النسبة؟ هل النسبة السابقة أم الأخرى هي المعتمدة؟ ما أدري هم أصلا يسمحون لك ولا لا، بس بدون شك إن ما ندري أيهما الأخيرة، إن بالنسبة لنا أخذ أعلى درجة، أعلى درجة أنت تحصلت عليه، بس ما أظن قياس يسمح لك. أنت إذا عديت مرحلة الثانوي لا يسمح لك بدراسة قياس الثانوي إلا إذا كنت إذا دخلت الجامعة على الأقل، يعني يبدو عندهم مربوطة السيستمز وعطى يعرفون إنك أنت طالب جامعي أو كذا. ما هي طريقة حساب معدل الرياضيات في السنة التحضيرية؟ طبعاً سنة التحضيرية المعدل أي معدل تجمع النقاط وتقسم على عدد الساعات. طبعاً في السنة التحضيرية وش يقولوا لك في العام التقبل التسجيل؟ يقول لك اجمع النقاط بس. ليش؟ لأنك إذا جمعت النقاط وقسمت على عدد الساعات كم؟ 5، تقسم على 5 وتضرب في 5، فخمسة مع 5 تروح، فقالوا لك تجمع النقاط. فالأصل فيها لا، أصل المعادلة كالتالي: تجمع النقاط وتقسم على عدد الساعات وتضرب في 5. هذا هو، هذه من 25 تطلع لك. يعني في ناس يجيبوا مثلا 20 من 25 في فرع الرياضة، نفس الشيء المعدل التراكمي تضربه في 5. القدرات والتحصيل تقسم على 4 كل واحدة منهم وتجمع. فإذا قلنا مثلا أنك درست في الفصل الأول ما قبلت في الفصل الأول، ودرست مثلا مقرر إحصاء 3 ساعات. بالتالي تأخذ نقاط الإحصاء ونقاط 140 ونقاط 150 وتجمعهم وتقسم على عدد الساعات اللي هي 5 الآن زائد 3 تقسم على 8 تطلع لك النسبة، تضربها في 5. هذه معدل الرياضيات من ال طيب يعني التعقيب الوحيد نقول نشكركم جميعا على الحضور وعلى الاستماع، ونرجو أنكم قدمنا يعني ما يفيدكم ويساعدكم، وإحنا مستعدين في الكلية أو هنا الآن لأي استفسارات أو يعني ملاحظات. حياكم، شكرا لكم.